اهلا بحضراتكم من جديد، ودردشه مهمه جدا وتحليل رقمي واخباري وكلام مهم جدا في اللحظات الاخيره او الساعات الاخيره من منافسات كاس العالم للانديه في المغرب. الوقت بيجي بسرعه، مش وقت البرنامج بس، ده حتى وقت البطوله جري بسرعه. لكن النهارده في الدردشه دي اكيد هنحاول نعرف كل الاخبار المتعلقه بفلامينجو البرازيلي، طريقه اللعب، الغيابات، ابرز اللاعبين، وكمان التاكتس والحاجات اللي هي الامور الفنيه الخاصه بالفريقين. فهذه الفقره بينورنا وبيشرفنا اثنين من النجوم اللي انا شايفهم بالتاكيد لهم مستقبل كبير جدا في مساله التحليل والامور الرقميه والبيانيه. ايمن جلبرتو الصديق العزيز، منورنا ومشرفنا النهارده. حبيبي ربنا يخليك. اهلا بيك ايمن. ربنا يخليك نورك يا محمد وكابتن هيثم. اهلا بيك. وكمان بينورنا وبيشرفنا الصديق العزيز آسر حسين، استمتعت بيه الاسبوع اللي فات والنهارده كمان موجود معانا عشان نتكلم على مباراه فلامينجو البرازيل. آسر نوري تاني. محمد اهلا بيك كابتن هيثم، ومتشرف ان انا معاك تاني مره. اهلا بيك. طيب كابتن هيثم، اكيد لو هنبدا معاك طبعا احنا يعني يمكن هو السؤال الابرز اللي احنا عايزين نفتحه هو غيابات فلامينجو، لانه كنا بنتكلم في دردشه معاكم قبل الهوا على الغيابات، ولسه حتى الان احنا امبارح كنا قلنا ان هو جهاز فني، ولكن انتوا عندكم جديد بخصوص هذا الموضوع، يعني ابتدي معاك يا جيلبرتو. يمكن اول اثنين في مؤكد دلوقتي الاصابه اللي اعلنوا من فتره، فليب لويس وليو بيريرا. ليو بيريرا ده كان لاعب اساسي المباراه اللي فاتت اعتقد، يعني لاعب اساسي وكان اتبدل بعد الطرد بين الشوطين لما المدرب كان كان عايز يعني يعدل في طريقه اللعب بعد الطرد بتاع جيرسون في ركلة الجزاء بتاعة الهلال السعودي. فليب لويس غايب للإصابة. فليب لويس كان هو ما ابتداش يعني المباراة اللي فاتت، بس فليب لويس اسمه يعني كبير معروف بالنسبة لنا. يعني الفكرة كلها الثلاث بطاقات اللي الحكم طلعهم في نهاية المباراة ده اللي عليهم جدل، لأن ما بين مش عارفين هل هم جهاز فني وإداري ولا هم لعيبة. بعض التقارير بتقول إن هم ثلاث لعيبة، منهم النجم طبعا باربوسا او جابي جول زي ما هو متعارف. في ناس بتقول كده، ده تقريبا ما فيش حاجه رسمي، وفي اقاويل بتقول لا ده والله هو طلع الكروت لجهاز اداري، لان طبعا معنا محمد سعيد من الناس اللي ليها مصادر قويه جدا جوه الفيفا والكاف وبنتعلم يعني فاهم، نخش معاه ملك الانفرادات لا بقعد استنى بنتعلم منه كتير يعني. ف ده موقع الفيفا نفسه مش كاتب الثلاث بطاقات دول مش غريبين، هاي غريبه لان ومش واضح ليه. يعني اشر انت شايف ده تكمله الكلام ايمن، طبعا مبهمه جدا. احنا وانا وايمن حتى مدردش وقعدنا نشوف الابديت على الفيفا، الثلاث كروت معمول التايمنج بتاعهم بس توقيت الكروت الحمراء من غير اي داتا او بيانات كما جرت العاده، عشان حتى النادي الاهلي حقه الفني انه يستعد ويعرف طبعا غيابات الفريق المنافس. انا بالنسبه له برضو انا كتاب مفتوح، معروف مين غايب للاصابه، معروف مين غايب لو معاه انذارات، فانا ما عنديش اي فكره عن المنافس بتاعي. طبعا غريبه جدا فيفا حتى الان لم يعلن عن. طب يوجوالي هم بيعلنوا ازاي عن الغيابات؟ هي في لينك كده بيبقى في موقع الفيفا اللي هي بتبقى حاجه زي العقوبات او الايقافات في المباريات اللي فاتت، كان قبل كل مباراه اللينك ده بيبقى موجود يقول لك مثلا قبل كل المباراه بقد ايه. انا ساعات بيبقى يومها يوم يعني قبل المباراه بيوم ويقول لك بلايرز ابديت او بلايرز تو مس، اللعيبه اللي مش هتلعب للاصابه او لتعدد الانذارات او للطرد المباشر. طيب يعني لحد دلوقتي احنا لحد قبل ما اجي ما كانش في يوم المباراه يعتبر الساعات الاولى من صباح اليوم المباراه. يصل حاولت اسال بس بعيدا بقى عن التقارير الخاصه بالفيفا، حاولت اسال ان الحكم الرابع في المباراه كان مصطفى غربال الحكم الجزائري، سالت صديق جزائري يتواصل مع الاطقم التحكيميه اللي ممكن يعرف منهم الاسماء الغيابات، ففوجئت قال لي لا ده الكروت الحمراء كانت اعتراضات من الجهاز الفني، فخرجت الكارت الاحمر لثلاثه نكفت انه جهاز مش لعيب. خرجت لثلاثه من اللايف سكور. يعني هي الجدل ليه مع برضه أيوة، عشان الناس ما نقولش الناس معلومه وان هي الجدل حصل في حاجتين، ان مش مكتوب اسامي ولا حتى في السكور شيت بعد الماتش، يعني بالزبط. مكتوب ان بيدرو مثلا اللي هو جاب الجونين بتوع هي دي ثلاثه بلاير فروم فلامينجو از ريد كاردد، يعني هو كاتب بلاير وكاتب بلاير، هو ده الجدل جه من هنا. وفي الشيت نفسه بتاع الماتش لو بتعمله داونلود من الفيفا مش مكتوب، مش مكتوب الصفه، مش يعني مش محطوط جنب اللعيبه، فده ممكن نقول عشان بعد المباراه التايم 90 بلس 8 يعني كله بعد المباراه بعد المباراه فكده برضه فادي جدل، لان بقول لك الثلاث اسامي اللي بنتكلم عليهم. طب انت ترجح ايه؟ يعني انت سيبك بقى من كل الكلام ده، وانتوا الاثنين ترجحوا يعني انا ارجح ان لحد دلوقتي هم جهاز اداري، يعني ما اقدرش اقول ان هم لعيبه، ودي المعلومه اللي وصلت لي. الاعتراضات كانت بين الشوطين
ضربتين في ضربه الجزاء الثانيه من الجهاز الفني. فبسير المباراه تصاعد كان بعد المباراه برضو اتوقع ممكن انه يكون في حوار جهاز فني. اتمنى يكونوا لعيبه لكن اتوقع ان هو جهاز فني لان هو يعني بربوسا ده هو نجم الفريق. حتى ديفيد لويس بعيدا عن مستواه ان هو ممكن يكون مش افضل حاجه لكنه مدافع قوي جدا. لعيب تاني هو لوسيانو. فتكلم في ثلاث لعيبه غير جيرسي يعني عندك اربع لعيبه هيبقوا موقوفين بالاضافه لاثنين لعيبه اصابات يعني ست لعيبه من 23 لعيب. حيويتهم وقوتهم بالظبط. جيلبرتو زي ما بيقول بربوزا لو غاب انت هداف الفريق في الدوري بثلاث اهداف. بيدرو جايب اربعه فالاثنين دول خسرت واحد منهم هو اللي هو العامل الاساسي في تهديد. خلي بالك برضو احنا اضعفتهم يعني. خلينا نتكلم ونعترف ان فلامينجو فريق يعني بكل الحسابات فريق قوي جدا. فريق قوي طب خسرته من الهلال كانت حاجه مفاجاه حتى ليهم هم. مظبوط. حتى هم قال لك لا ده احنا ففلامينجو ده نسخه من افضل نسخ فلامينجو على الاطلاق. انتوا معايا في الكلام ده ولا؟ انا بشوف انه فريق منظم. فريق الحقيقه انه ياخد ليبرتادوريس تاني ويشارك لتاني مره بعد 2019 طبعا افتكر النسخه اللي شارك فيها اثبت انه فريق قوي جدا. مشواره حتى الان هو متصدر في الدوري لكن نهايه الشهر اللي فات خسر السوبر البرازيلي امام بالميراس اللي احنا طبعا عارفينه كويس جدا وجرت العاده انه بيقف طريقنا كتير جدا. فبالتالي في شويه تذبذب في الاداء. انا كنت تمني في مباراه الهلال طبعا ان شقيقنا الهلال هو اللي يفوز لكن كنت متوقع ان فلامينجو كفته ارجح. لكن في امور كتير رغم قوه الفريق زي ما حضرتك بتتكلم يا كابتن هيثم ظهرت كتير جدا اعتقد ان الاهلي قادر يستغلها بشكل كبير جدا. احنا بنتكلم انه الخطا الاولاني في اول 3 دقائق من المباراه ما عملوش لعيب بحجم اللعيب اللي عمل الفاول ده البنالتي ساذج جدا جدا جدا. انت المباراه لسه ما دخلتش حتى في ربع الساعه الاولى مفيش داعي دخلت الهلال جوه المباراه والهلال كان ذكي جدا وعنده طبعا تعلم بره رامون دياز متمرس جدا في انه قبل الهديه ودخل في المباراه وتسيد حتى لما لملم نفسه فلامينجو وجاب التعادل كوره برده تكاد تكون ميته جوه منطقه الجزاء هدف ضربه جزاء ساذجه جدا تاني مره. بس الشاهد هنا الحاجات اللي ممكن نستغلها قبل ما نخش في التكتيك والحاجات الفنيه مع جيلبرتو ومعانا انه الفريق بيفك بسرعه جدا. العامل النفسي الاهلي لو ان شاء الله الاهلي يكسب بكره الفلامينجو حقق ان شاء الله انجاز تاريخي ببرونزيه الثالثه على التوالي انه المورال عند الفلامينجو فرقه بتفك بسرعه جدا. احنا بنتكلم في اول 30 دقيقه تقريبا في 4 انذارات وانذار منهم اتقلب بطرد في اخر دقيقه. فهم بينفعلوا بسرعه بيخرجوا بره الماتش لو المباراه خارجه عن سفريتهم مش ماسكين كوره فالنادي الاهلي نفسيا. طب هل دي مباراه يعني انت اكيد متابعين الفلامينجو حتى في الدوري المحلي هل دي كانت يعني وضع مباراه ولا هم جايين من الدوري المحلي عندهم نفس المشاكل دي؟ اعتقد مباراه السوبر اللي كانت امام بالميراس كان عنده مش الفريق دايما اللي بيعمل المبادره يعني كان رد فعل كان دايما بالميراس بيتقدم هم وبيحاول يسترجع يسترجع المباراه او يعود للمباراه. طبعا فلامينجو حتى بربوزا جاب جونين وما كانش الفريق احسن حاجه وخلص المباراه 4-3 لانه كان كل شويه اللي بيسجل الاول بالميراس لحد ما كسب. طب وضعهم في الدوري بتاعهم ايه يعني ماشي ماتش هو الاول دلوقتي هو الاول. هم ده برضو مؤشر انه الفريق لا فريق قوي فريق قوي يعني بس ماتش السوبر انا قصدي اقول الماتش بيبقى دايما مش انديكيشن 4-3 يعني نتيجه قريبه جدا طبعا بالظبط. انت بتتكلم على الدوري المحلي بيبقى لاعب 10 15 ماتش تقدر منهم تقيم زي ما النادي الاهلي رايح دلوقتي اكيد بيسالوا السؤال ده النادي الاهلي عامل ايه في الدوري المحلي بتاعه. عارف يا كابتن هيثم في حاجتين صعبين جدا على اي فريق مهما كان حتى لو فريق قوي منظم وفي لعيبه فعلا يعني في اسامي اراسكيتا ده من اللعيبه الاساسيه اللي كنت شفناه في اوروجواي لعيب مهم جدا ولعب مباراه كويسه طبعا بس قصدي في لعيبه اسامي فيليب لويز اللي شفناه بيغزو اوروبا بربوزا اللي لعب في انتر وكان عندهم 7 لعيبه دوليه فريق بيلعبوا احسن انديه في اوروبا صعب قوي في الكوره صعب جدا طرد بجون يعني هي انت ناقص لعيب السيناريو خدم الهلال جدا السيناريو خدم الهلال صحيح وطبعا احنا سعداء بده لكن طرد بجون صعب قوي في الكوره ان انا الشوط الاولاني مخلص الشوط الاولاني داخل اوضه اللبس خسران لعيب. طب خلينا اعرض لكم القائمه اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليها معلش يا جماعه لو نعرض القائمه باللاعبين بالسي في بتاعهم بالانديه يعني اهو عندنا يعني معلش جيلبرتو استعرضها مع الساده المشاهدين لا ديفيد لويس وفليب يعني دي بص تشيلسي باريس سان جيرمان ارسنال يعني بص الانديه طب قول لنا كل واحد ومركزه ايه يعني ديفيد لويس مثلا مساك طبعا في تشيلسي وباريس سان جيرمان وارسنال فاكر سنه قد ايه تقريبا دلوقتي هو لا اعتقد في الثلاثينات احنا اتفقنا مع كابتن احمد ناجي ان هم بيرجعوا عمر سنيه كبيره طيب لا وفليب لويس يعني هو برده مش اساس لان لعيب وسط وكان اعتقد مع بالميراس ضيع شناوي صد منه ده ركله جزاء حاسمه اتلتيكو مدريد وتشيلسي اعتقد جيرسون ده اللي هو المساك ده اللي طرد ده اللي مش هيبقى موجود ده مهم جدا لانه برده واحد من على فكره كان متالق مع مارسيليا جيلبرتو لا من وكمان يعني هو مدافع قوي ومدافع مميز
ده يعني ده كويس. فعشان كده قصدي ان هو ايه، لو النهارده جيرسون وديفيد لويس الاثنين اللي هم المساكين او اللعيبه اللي في الدفاع اساسيين في الماتش اللي فات مش موجودين، ده بيدي ادفانتج افضليه يعني، تبقى افضليه. وكمان انا عايز اقول حاجه، يعني اغلب اللعيبه لعبوا في مدارس مختلفه، اسبانيه فرنسيه ايطاليه، فيعني كل اكيد استفادوا. خلي بالك احنا بنتكلم في قيمه السوقيه بتاعت لعيبه 161 مليون يورو، رقم رقم ضخم يعني. دول بقيه اللعيبه اللي طبعا فيدال طبعا من اشهر اللعيبه اللي الناس كلها طبعا بطل مع كل الفرق دي يعني. بطل الدوري مع انتر، بطل مع برشلونه، بطل مع بايرن، بطل مع يوفي. يعني انت عارفين يا جماعه، ما اعرفش انتوا اكيد عندكم المعلومه، الفريق ده في اخر خمس سنين محقق ارباح، ارباح صافي ارباح، يعني مش بس يعني من البيع والشراء 95 مليون يورو. اغنى نادي في البرازيل دلوقتي، اصبح اغنى نادي في البرازيل. 95 مليون يورو ارباح في خمس سنين. فينيسيوس جونيور واحد من اللعيبه اللي طلعت على ريال مدريد. فانا بقول لك ان 95 مليون يورو صافي ارباح، يبقى عندهم اداره، عندهم اداره بتدير الاصول دي، اصول اللعيبه دي اصول. فانت عندك اداره بتدير، عندك على ارض الملعب فريق متصدر. فاذا اداره النادي اداره ناجحه. وخلي بالك امريكا اللاتينيه يعني هم دي منظومه برده بتبقى ستايل ومنظومه مختلفه عندنا. يعني احنا برده دايما يعني من مكاسب الاهلي في فكره ان الاهلي بيشارك للمره الثامنه في كاس العالم للانديه، اخر كمان الجيل الحالي فكره الثلاث مرات اللي هي المتتاليه دي حاجه بتديك ثقل مع دايما ذهن الناس هيرتبط دايما بالبطوله دي. افريقيا على طول هو رايح للنادي الاهلي، فدي بالنسبه لك قيمه. النهارده لازم نعترف ان احنا النادي الاهلي هو طبعا رقم واحد في افريقيا والشرق الاوسط وهنا في مصر، ده بفرق شاسع. ولكن لما بننتقل للليفل ده لازم احنا كمان يبقى عندنا قناعه ان احنا لفرق الظروف والامكانيات بشكل معين عشان نوصل للليفل بتاع الناس دي محتاجين شغل تاني، محتاجين صرف بطريقه معينه. بس هي الفكره ان انت ما تقدرش تبقى على طول في الليفل ده، لان انت ده مش يعني هنا في افريقيا الموضوع مختلف تماما. يعني انا استعرض حالات مع بعض اعتقد صح بالنسبه. يلا بينا اتفضل يلا بينا مع اسر. اسر هيبتدي. ماشي نبتدي بقى بايه؟ هنشوف طيب تشكيله اللي متعود عليها يلعب كابتن هيثم وكابتن محمد ب بالمير. يعني الحالات مش طبعا بيلعبوا 4-2-2-2 او 4-3-3 بيغير. اخر مره مباراه اللي فاتت اللي كانت امام الهلال لعب 4-2-2-2. دي بس اللقطه دي انا جايبها عشان فكره احنا ممكن نعمل ايه كاهلي. لما الهلال خلاص جاب الجون وتراجع شويه الاولاني، بدا فلامينجو يحاول يعمل بناء الكوره، بناء الكوره من تحت خالص. هو شبهنا في الحته دي، بيحاول يبني. احنا عندنا طبعا مورا. كولر بيحاول بيحب ان يبقى عنده منع ومتولي بالتحديد عشان اتنين كويره بيقولوا الكوره من تحت. صح. نفس القصه هنا، الكوره من عند السنتر باك متقدمين لحد وسط ملعبهم، هيلعبها ناحيه اليمين، هيعمل اوفرلود ناحيه اليمين. اللقطه اللي بعدها هتروح الناحيه دي، هتفضل تعمل 1 2 ناحيه اليمين بتاعتنا، انما ناحيه الشمال بتاعتهم بالظبط. ناحيه الشمال دي من ناحيه قويه جدا. دايما بيحب يلعبوا، هم بيحبوا يلعبوا حتى في الستاتكس بتاعت الماتش بتاع الهلال، الجانب الايسر ده هو اللي فيه كل كلها من الجانب الايسر. اليمين بتاعتنا هيبقى لتاني ماتش على التوالي، يعني جرت المصادفه ان ناحيه الشمال انت محتاج تعمل اوفر لود تحت اليمين عند النادي الاهلي. هتروح لارسكيتا هيعملوا 1 2 لحد ما الكوره نمشي بالحالات يا شباب، هتروح هناك تاني عنده وهيقطم لجوه. هنا بقى الثلاثه دول دايما بيدرو وبربوزا كل دول دايما بيتحركوا، بيعملوا سويتش وبيجلوا بشكل عرضي ويبدلوا اماكنهم. ما تعرفش ابدا مين بربوزا، لو بادئ على الورق انه بادئ بيلعب يعني مهاجم ناحيه اليمين بيعملوا سويتش بيعكسوا. مزعج جدا. ودي اول واحده. ناخد اللقطه اللي بعدها، عملوا رجع كره تاني، بعدين راح نازل لبيدرو في النص. بيدرو اعتقد اللعيب كان جيرسون تقريبا، كسر خط الدفاع الثاني عند الهلال. الكره اللي بعدها خلاص بيدرو اداها له، عمل 1 2 مع جيرسون، جربوا خط الدفاع الثاني، عمل 1 2 كسروا الخط الثالث اللي واقف فيه لعيبه الهلال، ثلاثه هم الثلاثه بتوع الهلال ضربوا في كره واحده. اللقطه اللي بعدها هنا وصل عمل 1 2 ده تقريبا كان بيدرو المهاجم عملها له بكعبه، وهنا حاول جيرسون ياخد ضربه جزاء، الحكم شاف انها فيها يعني سيميوليشن واداله انذار. دي لقطه، نفس اللقطه اتكررت بشكل ثاني اللي جه منها الهدف. نخش على اللقطات اللي بعدها. جبنا الهدف، بيدرو فعلا عمل سويتش اهو، عمل سويتش اهو اهو، بدلوا مع بعض. ارسكيتا مين اللي قاطم هنا؟ ارسكيتا خد الاثنين بتوع الهلال معاه. ومين اللي في البوكيت او في الحته الزون ده لوحده؟ معلش اللقطه اللي فاتت يا شباب، مين ده؟ مين اللي جاي سبعه ده؟ مين سبعه؟ رقم سبعه ده ريبيريو. هو ده ده لو جايب دايما جايب وشه، ده كابتن الفرقه. ده لا وبص بص بص يعني بيدرو هو بيعمل سويتش، باصص بعينه أدي. عارف وفضى اهو ورايح اهو يعني بص بربوزه وقف، هو عارف الثاني هيقطع خلاص، عمل دربات الخط الدفاع، عمل دربات الخط الدفاع، راح ارسكيتا جه قطم للنص. الكره اللي بعدها يا شباب هنا بقى بص الحته دي، مساحه خاليه، اي مساحه خاليه جدا كبير. اي حد على البوكت خلاص مهرجان اهداف. لكن اتلعبت هنا بقى مين اللي جه؟ الكره اللي بعدها يا شباب
ميسيونز اللي عمل الغلطه الكارثيه بتاع ضربه الجزاء الاولانيه هو اللي اتقدم اللي هو الباك اليمين طلع لحد هنا وادى الكوره في المساحه الخاليه خالص من رقابه لعيبه الهلال اللي اتكتلوا هنا عملوا هنا خافوا من الشوطه وكلهم اتكتلوا في حته واحده كان في سوء تمركز راحت لبيدرو جاب الهدف وكمان طبعا غطي الاوفسايد ب 2 3 متر فما عندوش الاثنين مغطيين هم كفرقه في يعني هم كفرقه هم بيحبوا اللقطه دي هي اللقطه دي هم بيحبوا زي ما هو قال كده بيكرروها يعني هم هنا حاولوا مره يكرروا ناحيه الشمال بتاعتهم بس ما عرفوش فراح مكرره على الناحيه الثانيه تجميعه ان هو يجيب اكتر من مره يعني هو جاي بص خط دفاع الهلال جمعهم كلهم جنب بعض وهو سرح وراهم واول ما الكره جات له شاطها على طول فهي دي الفكره ان احنا المشكله اللي ممكن المشكله اللي ممكن تقابل الاهلي في الماتش بتاع بكره ان احنا لا ده الماتش الرابع لينا في 11 يوم مع فارق مستويات مع ماتش ريال مدريد البدني بتاعك وصل لاعلى حاجه هو لاعب ماتش واحد يا جلبرتو وهو لاعب ماتش واحد وماتش واحد ايه ده هو خسرانه فهو جاي عايز يعوض بالظبط كده وحتى طب شايف خط الدفاع محتاج هنا ايه بقى يعني عندنا خط الدفاع هل محتاج ممكن يحصل فيه ممكن يحصل ولا هل ولا هل انا بالنسبه لي كابتن هيثم اعتقد خط الظهر ما يحصلش فيه اي حاجه الا لو كان متولي مجهد او كده وطبعا كولر اذكى بكتير من انه يقول مثلا لاعب معين كان ما كانش في يومه او كده كل الفرقه بنلعب كرجل واحد يعني لكن مين ممكن يكون ياسر ابراهيم طبعا 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 لازم هيبدا مروان عطيه لانه سولية تاكد غيابه سولية وبشوف ان المباراه دي الافيد ان احنا نلعب بثلاثه يعني انا عارف ان قفشه طبعا بدا المباراه اللي فاتت لكن ممكن قفشه ياخد في الشوط الثاني الافيد ان احنا نلعب بثلاثه بتوعنا ديانج ومروان ممكن يبتدي بحمدي فتحي في البدايه زي حمدي يعني فتحي وديانج ومروان عطيه انا شايف ان الانسب قدام حسين الشحات طبعا ما تالق المفرد اعتقد انه هيبدا ناحيه الشمال هي اعتقد لازم يبقى فيها تغيير طاهر وجوده مهم جدا بدنيا وكمان عبد القادر لعب مباراه كامله عبد القادر ما طلعش ما ريحش حسين الشحات طلع في الدقيقه 70 تقريبا حسين الشحات ريح شويه عبد القادر ما ارتاحش وحسين الشحات ما لعبش ماتش حسين الشحات بيلعب في ناحيه اليمين حسين الشحات هيبقى عنده شمالهم هم هيبقى عليه ضغط والهجوم كله من ناحيته طب اقول لك على حاجه بغض النظر عن النتيجه بالك هيبقى في واجبات دفاعيه هل بغض النظر عن النتيجه وطبعا احنا لحد الدقيقه 92 نتيجه 2-1 يعني صحيح والجونين اللي في الاسف دخلوا هل جونيور ظهر يعني هو كان الكارت الارهاب اللي احنا خايفين منه انت الاوفرلود بتاع من ناحيه اليمين وتالق هاني المبدع تقريبا منع 70% من خطوره جونيور صحيح فالاوفرلود يعني اعتقد كان في نجاح كبير جدا في وجود هاني وحسين شحات ناحيه اليمين واعتقد هيقدروا يقفلوا على الجبهه اليسرى متهيألي تاكيد لكلامك خير وسيله الدفاع الهجوم يعني انت لو بتهاجم فهو هيبقى الام منك وهو يعني مش هيهجم بالشكل ده انت لو بتتراجع هو هيهجم فلامينجو زي ما اسر قال هو عندهم حته هو فريق بيفك بسرعه فانت لو قدرت تعمل له لمحه كده ان انت تخضه يعني الهلال خضوم اول دقيقتين هو الكره اللي راح بيها يعني ضربه الجزاء دي ما هو هو راح بهجمه محققه يعني هجمه عشان كده عشان كده كانت ازمه ليه فانت النهارده يعني تقدر تفكه هو كمان بقى جاي لك بذهن ان هو اصلا الماتش اللي فات هو متخانق مع الحكم جاي لك الحكم المره دي هو بالنسبه له هو كدماغ ده حكم من قاره افريقيا وعربي منحاز. فهو بدماغه هو يقول لك ده كمان يبقى ضغط يا باشا على مصطفى غربال ده ونفع اول حلقه بالاضافه للمعلومه اللي قالها محمد في البدايه بتاعت جماهير فلامينجو ان فعلا فكره ان الماتش اتنقل من الرباط لان كلنا عارفين تذكره الماتش النهائي هي نفس تذكره الثالث والرابع فالناس كلها كانت هيقعدوا في الماتش بالظبط متفاهمين غلط على الريال حتى في حتى فانت النهارده لا مين اللي طلع بيان نادي فلامينجو قال ايه بقى قال احنا متفاهمين غضب الجماهير وعارفين انه ان دي يعني عملت يعني ازمت الجماهير في التنقل من مدينه لاخرى لكن احنا هنلعب يعني ما فيش كلام طبعا عن انسحاب يعني ده موضوع ده ازعاج الموضوع ده فعلا ازعاج هو طبعا عايزين يقضوا الفيفا عايزين يرفعوا قضيه على الفيفا الجماهير النهارده واحد اشترى تذكره ومثلا حاجز فندق في الرباط التذكره ده عقد هل ده 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 مثلا هل ده سبب او تفسير ليه الجماهير يعني كريم لما كان معانا قال ان الجماهير ما ظهرتش حتى الان الجماهير فلامينجو مش موجوده في طنجه هل ده تفسير ليه مش موجوده في طنجه ان هم حاله الغضب والزعل ولا ممكن يروحوا بكره اعتقد هيروحوا بكره هم حسب اخر تقارير كانوا الكلام كله ان هم هيشوفوا مين يعني الناس اللي هتقدر تروح والتذاكر وفي ناس مش ممكن ما تقدرش لان برضو السفر مش سهل الاقامه مش سهله المباراه الاخيره بتاع جلبرتو واحتماليه ميداليه مش يعني اعتقد لا يعني هم هيحاول بس برضو يعني بس في الاخر قصدي ايه هم عندهم كده كده اجواء مشحون انت كاهلي معبق جدا انت كاهلي الموضوع لطيف لكن هم مشحونين فلازم نستغل دي ونخليهم هم يفرطوا طيب هنروح للامور الفنيه من تاني لان انا عندي يمكن تغيير شويه في حته الهجوم ممكن افاجئكم بيها بس يعني نسمع الاول نسمع كولر الاول يلا يعني كولر هو صاحب الفرح نسمع كولر نشوف قال ايه النهارده لوسائل الاعلام على هامش المران وبعد ما نرجع ممكن نقول لهم بقى التفكير اللي ممكن يتم في الناحيه الهجوميه للاهلي بكره امام فلامينجو نوك 2 سبيل جشاوت فون فلامينجو انا اتفرجت على مباراتين لفلامينجو
الاستعداد للمباراة. اتفرجنا كمان على ماتش الهلال. Und ja, wir haben eine gute Mannschaft, technisch gut. Fريق كبير, فريق قوي. فنياً عاليين جداً. Spielen die gut Treffpunkt können. عندهم مهارات عالية. Ist sehr bekannt eigentlich für Brasilianer. Das ist طبعاً معروف عن البرازيليين. Und ist top Mannschaft. فريق من الفرق اللي wird auch für uns wieder ein schwieriges Spiel geben. وطبعاً هتبقى ماتش صعبة بالنسبة لنا. Ja, it's good wenn man das mit Real Madrid vergleicht. Ist natürlich weltweit eine absolute top Mannschaft. Es ist so, dass natürlich von der Schnelligkeit, von der Dynamik, von der Technik her, dass die noch ein bisschen besser sind. Und das halt dann in entscheidenden Momenten, wenn du Chancen kreierst, dass sie dann halt normalerweise die Chancen nutzen. Ne? Und bei uns, wir brauchen, das ist in der Meisterschaft auch so, wir haben viele Chancen und brauchen noch zu viele Chancen, um Tore zu erzielen. الفريق طبعا احنا بنلعب فريق هو يعتبر فريق الافضل في العالم, فريق في الامكانيات والمهارات وفي القدرات الفنيه يعتبر اعلى, لكن احنا خلقنا فرص كتير جدا في المباراه. الفارق اللي كان بيننا وبينهم يمكن في المباراه, وده الفرق حتى اللي احنا حاسينه في الدوري المصري, هو فكره تحويل الفرص لاهداف. هم الفرصه نسبه احراز الاهداف من الفرص اعلى بكتير مننا, احنا بنضيع جوان كتير جدا, اهداف كتير من الفرص اللي بتتخلق لنا, وده هو الفريق حاليا اللي بيننا وبينهم. Das ist und dann ist in dem Sinne natürlich dann die Konzentration das Entscheidende, dass ich da bin, dass ich die richtige Bewegung mache, um dann das Tor zu ziehen. يظهر الفرق بقى بين اللعيبه في المستوى ده في نقطه التركيز, قدره التركيز لاطول فتره ممكنه, وعدم فقدان التركيز امام المرمى في القرارات, في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. نقطه التركيز هي العامل الاساسي الفارق بين اللاعبين. يمكن مستر كولر من اول ما جه النادي الاهلي هو معودنا الاتزان في تصريحاته, يعني دايما بيكون في اتزان ودايما بيكون في احترام للخصم ايا كان, فهو الحقيقه في الحته دي ناجح جدا وده واضح من تصريحاته. بس ارجع لضيوفي, يمكن كنا بنتكلم قبل التقرير عن الناحيه الهجوميه, هل ممكن نشوف تغيير؟ هل لانه دايما هم بيبقوا الاداه التنفيذيه خلاص, هم بيبقوا الخط الامامي اللي بينفذ بقى خلاص, واللي بيقدر يحطك في المقدمه باهدافه, شايفين ممكن يحصل تغيير؟ يمكن ان هو كولر معودنا من ساعه ما جه الحته اللي قدام دي ما هي الحته اللي مش ثابته, بيغير فيها كتير ما بين الروتيشن وما بين ساعات افكار كويسه, وساعات هو مره صرح وقال انا يعني لسه المهاجمين ما حدش حسسني ان ده اللي ممكن يبقى اساسي, فهو خلق ما بينهم تنافسيه جميله. يعني برضو اللعيب لما يحس ان مكانه مش مضمون هتلاقي فجاه شريف تالق, شريف يرجع شويه تلاقي بيرسيتاو نزل تالق, هوب كهربا مش عارف يعني, فدي حاله جميله. فاعتقد يعني ممكن يحصل فكره ان بيرسيتاو لا يعني اذا بدا مثلا بالشحات طاهر بيرسيتاو حلوه, يعني انا شايف ان هي ممكن لا بس تبقى هنا كويسه. الشحات وطاهر وبيرسيتاو, طيب مين اللي هيلعب تسعه صريح؟ ما فيش تسعه كده, ما تاو هو بيلعب يعني هو يعني اعتمد على لا هو بيعتمد على تاو تسعه, تاو تسعه كده بالظبط كده, لان برده محمد شريف في الماتش اللي فات واللي قبله لعب. طب هل تاو بدنيا يقدر يجاري؟ يقدر. وبعدين انا يمكن تكمله لكلام جلبرتو اللي متفق معاه جدا, هو خالق طول الوقت ان انا ما عنديش مهاجم اساسي. وبعدين انا افتكر تصريح لكابتن كبير يعني ومثل الاعلى في المركز ده عماد متعب, كان بيقول انه دايما لما انا كمهاجم بيجي الحل من بره المركز انا بغير وبحس ان انا مالي يعني ان انا عايز اقاتل. برافو عليك, ربنا يشفيه. مؤمن لما كان لعب على متعب دي قال لك انا ما قابلتهاش, ده مش مركزي زي نفس الكلام. فهو خلق مع شريف انه لا انا ممكن العب بيرسي, ممكن العب كهربا اللي مش مركزه. الفكره كمان شريف زي ما كان جلبرتو بيقول ومتفق معاه جدا انه اجهد في الماتشين اللي فاتوا او جري كتير. الحاجه الثانيه بعتقد عشان سوء التوفيق في المباراه اللي فاتت, لو عديت حجم المشاركات بتاعت كهربا اللي لسه مشارك قريب ونسب التهديف من الفرص اللي بتجيله هي اعلى, عاليه جدا. فانا بعتقد ان كهربا رجله في الملعب وفايق ونفسيا يعني حاسس انه بيهدف. بيرسيتاو طبعا شوف يعني تختلف عليه, تقول ساعات مثلا بتعيق الاصابات, لكن الحقيقه قدام الجون برضه فينشر ممتاز. طيب شايف ممكن يلعب ب 10 الماتش ده؟ يعني هيلعب 10 3 لازم يلعب الماتش ده. وجهه نظري برضه ان يبقى 3 في الماتش يعني لو سلايا ممكن ياخد طبعا سلايا خلاص مش مروان وخلي بالك مروان لعيب بيقدر يعمل الحته, يعني شفناه في المباراه اللي لعبها اساسي بيعمل اثنين بعد الزمالك اللي هي التكمله بتاعت حمدي فتحي اللي احنا يعني شفناها في الجون اللي جبناه في البنك الاهلي, هو عمل الحته دي حط واحده بتقلق البيرتو ما هي بتاعت الجون اصلا, هي كره الجون. فهو يقدر يعمل يعني ان حمدي فتحي اخر وان مروان هو
اللي يعمل حته التكمله اللي كولر بيحبها دي هجوميه بتبقى حلوه. فهي الفكره اللي قدام انت ازاي تربك الدفاع بتاع البرازيل، لازم تغلطه لان برضو اللعيبه البرازيليين هي لعيب الكوره يعني، هم فرقه اي فريق برازيلي دايما لازم هو عنده الحته بتاعت ان هو عايز يمتعك وعايز يعمل لقطه حلوه. كبرته بيقولوا في اللقطات انه هما بيعملوا بناء الهجمه من تحت، انا مش عايز السرد باكين بتوعهم يطلعوا، انا طول ما انا ان كان بيرسي او 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 اللي في القلب بيرسي او كهربا ضاغط جامد قوي عليهم ومعاه طبعا طاهر وشحات القديمين، انا مش هخليك تبني الهجمه من تحت وعلى الاقل هاخد منك غلطه او اتنين كمان. بالظبط لا فهي مهم جدا ان احنا هي فكره تغلطهم دي، تغلطهم دي حلوه جدا. نقطه ضعف سريعا عشان وقتنا بيجري يا ايمن، لو محضر حاجه تتكلم فيها بالنسبه لفريق الفلامينجو. انا شايف ان نقاط ضعف فلامينجو دايما هي ان هم زي ما اسر قال كده، فكره ان هو بيفك بسرعه، التمركزات الدفاعيه بتاعته ساعات بتضرب منه، حته ان هو بيبني من تحت كتير دي النهارده انت تقدر تساعدك ان انت لو خدت الكره تعمل مرتدات سريعه، لو حتت القوه اكترها ان هم يعني حته ان هو بيحاول يلعب دايما ورا الباك بتاعك ان هو يجمع اللعب ويلعب ورا الباك زي ما شفنا في الجون بتاع الهلال، تمركزه بيدرو يعني بيدرو تحديدا في الجونين هنا كان تمركز خلف الباك الشمال بتاع الهلال، الجون الثاني حتى الكره كانت متشاطه وراجعه من الدفاع هو كان واقف بعيد عن التسلل. واضح من كلامك انه فعلا يعني المباراه بكل حال من الاحوال يعني مش هتكون سهله، بس انا طبعا اعتذر لكم جدا ان الوقت عدى سريعا واستمتعنا جدا جدا اكيد بتحليلها لكم. ايمن جلبرتو بشكركم، شكرا جزيلا. اهم حاجه ان احنا يعني بكره البرونزيه الرابعه يا رب، دي حاجه جميله جدا باذن الله. باذن الله اسف بشكرك، نورتونا وشرفتونا واستمتعت جدا بتحليلك النهارده. نورتونا وشرفتونا وسعداء بوجودكم معانا، وانا سعيد جدا بوجودي معك كابتن هيثم وبالتوفيق دايما يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين دي كان حلقتنا النهارده من الاهلي في المونديال، قلوبنا ودعائنا ان شاء الله مع النادي الاهلي يرجع بالميداليه المره الرابعه على التوالي البرونزيه، ودعواتكم كمان اكيد هتفرق معانا. بشكركم شكرا جزيلا وانتظرونا في جوله جديده او حلقه جديده من الاهلي في المونديال. تصبحوا على خير. We'll be right back.